الآن نشرة الأخبار مع محمد الكبيسي. أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، نبدأها بأبرز العناوين. رؤى جديدة للتغيير، تحالف عزم يقدم مشروعه الإصلاحي، والشيخ الخنجر يؤكد قائم على وحدة العراق أرضا وشعبا. قبيل 30 يوما على فتح مراكز الاقتراع، المفوضية تتلف بطاقات عمياء لم يتسلمها أحد منذ العام 2013. الأمية تهدد مخترع حروف الكتابة. بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، 8 ملايين عراقي لا يعرفون القراءة والكتابة. البداية من الشأن السياسي، حيث افتتح تحالف عزم مقره الرئيسي في منطقة الرضوانية غربي بغداد بحضور رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر وعدد من القيادات البارزة في التحالف وبمشاركة عشائرية وجماهيرية كبيرة، في وقت أكد فيه وجهاء وشيوخ عشائر الرضوانية تأييدهم ودعمهم الكامل للقيادي في تحالف عزم الشيخ إياد الجبوري في الانتخابات المقبلة. وثمن وجهاء الرضوانية في المؤتمر الشعبي الكبير الذي أقيم للإعلان عن دعمهم ومؤازرتهم للقيادي والمرشح في تحالف عزم الشيخ إياد الجبوري، تمنوا الدور الوطني لرئيس تحالف عزم وثمنوه له الشيخ خميس الخنجر، فيما أعلنوا تأييدهم الكامل لمرشح تحالف عزم الشيخ إياد الجبوري، مؤكدين أن الجبوري خير من يمثلهم في البرلمان المقبل وسيسهم في حل معاناتهم من خلال إيصالها إلى الجهات المعنية كل حسب تخصصه. أكد رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر أن المشروع السياسي للتحالف قائم على وحدة العراق أرضا وشعبا، مشددا على ضرورة أن تعود مدينة جرف الصخر وكل المدن إلى أهلها لاستكمال المصالحة الوطنية، فيما حذر من خطورة النهج الانتقامي على إقامة دولة حقيقية. أعلناها، نريد أن تعود مدينة جرف الصخر وكل المدن إلى أهلها لكي نستكمل المصالحة الوطنية الحقيقية بين أفراد الشعب المتصالح أصلاً، والخلاف هو سياسي بين الطبقة السياسية. ويسأل البعض اليوم ما هو مشروعكم السياسي؟ مشروعنا السياسي هو المحافظة على وحدة العراق أرضاً وشعباً. من المعيب أن يتصالح الآخرين ونحن لازلنا نتخبط في الثأر الغير مدروس والغير المنضبط. لن تقام دولة لا زال نهج الثأر فيها ولا زال نهج الانتقام فيها. نحن شعب واحد، كل العراقيين من الشمال إلى الجنوب، وما حصل قد حصل، ويجب أن ننظر إلى المستقبل. مشروعنا السياسي هو بناء المستقبل للعراق، المستقبل المبني على العدالة الاجتماعية بأن يتساوى كل العراقيين في الحقوق والواجبات. هذا وأكد الشيخ الخنجر أن تحالف عزم يحمل رؤية شاملة لإصلاح البلاد، منها رؤيته في قطاع التعليم التي خاضها وله تجربة ناجحة فيها، ورؤيته للإصلاح وإصلاح الواقع الصحي أيضا
من قبل شخصيات كفوءة عملت في عدد من دول العالم وحققت نجاحات فيها. مشروعنا لديه رؤية في إصلاح الواقع التعليمي، ولدينا تجربة فريدة يشهد بها القاصي والداني في أن نرفع المستوى العلمي والتربوي في عراق الحضارات، ولدينا رؤية من اختصاصيين أكفاء عملوا في عدد من دول العالم التي نجحت في تطوير الواقع الصحي. العراق مشكلته ليس في الثروات ولا بالموارد، ولكن مشكلتنا في إدارة هذه الثروات وكيفية تسخيرها لأجل الشعب. إلى ذلك، شدد الشيخ الخنجر على ضرورة إلغاء المحاصصة الطائفية التي سمحت للفاسدين والفاشلين والمجرمين بأن يتسنموا المناصب في غفلة من الزمن، داعيا الجميع إلى التعاون في الانتخابات المقبلة لتغيير الواقع. مشروعنا السياسي هو إلغاء المحاصصة الطائفية التي سمحت للفاشلين والفاسدين والمجرمين بأن يتبوأ المناصب في غفلة من الزمن من كل المكونات ومن كل الأطراف. نريد منكم أيها الأخوة والأخوات أن نقف يدا بيد في 10/10 من أجل تغيير هذا الواقع. بدوره أكد القيادي والمرشح في تحالف عزم الشيخ إياد الجبوري أن التحالف عازم على خدمة جماهيره رغم ما وصفه بتقسيم المتنفذين للدوائر الانتخابية. الشخص اللي عنده ثقة بنفسه يفترض أنه ينطلق من ديرته وينطلق من أهله، فقسموا مناطقنا إلى 4 أجزاء أو 5 أجزاء، بحيث هسه هذا المكان اللي احنا قاعدين به محسوب على غير جهة من المنطقة اللي محسوبة على مركز المدينة، وبالطبع هذا معيب، ولكن مع الأسف وصلونا لهذا المستوى. تجدر الإشارة إلى أن تحالف عزم قدم مشروعا متكاملا لإحداث التغيير المشهود في البلاد بعد سنوات من التخاصم والتحاصص، رؤى عديدة نوجزها في الآتي. تحالف عزم يطمح إلى التغيير، ورؤاه هي إنصاف النازحين وإعمار المدن المحررة، استكمال المصالحة بإعادة جميع النازحين، وكذلك الكشف عن مصير المغيبين وكذلك المعتقلين. أيضا من ضمن الرؤى هي المحافظة على وحدة العراق أرضا وشعبا، وإلغاء جميع مظاهر المحاصصة الطائفية، وهناك رؤى لإصلاح الواقعين السياسي وكذلك الاقتصادي. انتخابيا، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم الجاهزية التامة بعد أن وفت الحكومة بجميع التزاماتها فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في 10 من شهر تشرين الأول المقبل. وأضاف الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة أنهت جميع متطلبات العملية الانتخابية والأمنية، داعيا القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والمجتمعية إلى الدفع باتجاه حث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات. وضمن تقديم الدعم اللازم لمفوضية الانتخابات، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم هذا الدعم حتى اليوم الأخير من عمر الحكومة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد على ضرورة استعانة المفوضية بكل ما يلزم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 1 تشرين الأول المقبل. السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم أكد هذا الدعم حتى اليوم الأخير لعمر الحكومة. عمل الحكومة ماضا إلى يومها الأخير ليس فقط في دعم الانتخابات وإجرائها وتعزيز الثقة بها وتهيئة الأجواء إليها والأمل والعمل على تحقيق هذا الأمل في مشاركات مليونية في الانتخابات لتغيير إيجابي في الواقع السياسي العراقي. اليوم المفوضية منحت حق الاستعانة بما تحتاج من أعداد مطلوبة من الموظفين العراقيين، خاصة
المدرسين والمعلمين في إجراء الانتخابات ليكونوا حاضرين وعاملين في مراكز التسجيل والاقتراع. هذا وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إتلاف بطاقات الناخبين قصيرة الأمد أو كما تعرف بالبطاقة العمياء للأشخاص الذين حدثوا بياناتهم ولم يراجعوا لتسلمها منذ عام 2013. وأوضحت المفوضية في بيان لها وهو مقتضب أن هذا الإجراء تم بحضور فريق من الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات العراقية، وذلك قبل 30 يوما فقط على فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في واحدة من أهم الانتخابات التي تشهدها البلاد منذ 2003. تأتي هذه التطورات وسط تواصل العد التنازلي لإجراء واحدة من أهم الانتخابات في البلاد، وهنا نذكر بتبقي 30 يوماً على موعد الانتخابات وفتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين. المنتسبون والنزلاء والنازحون سيقومون بالتصويت في اليوم 8 من تشرين الأول المقبل، وكذلك فإن الناخبين بشكل عام سيدلون بأصواتهم في يوم 10 تشرين من الشهر المقبل. المفوضية أكدت جاهزيتها التامة لإجراء الانتخابات وأتلفت بطاقات قصيرة الأمد لم يتم استلامها من قبل أصحابها منذ العام 2013. الحكومة تدعم متطلبات المفوضية لإنجاح هذه الانتخابات. بحضور جماهيري كبير يضم شيوخ ووجهاء ومثقفي الأنبار، أقيم مؤتمر شعبي كبير لإعلان مؤازرة ودعم القيادي والمرشح عن تحالف عزم الشيخ فيصل الشوكة. وضم المؤتمر الذي أقيم في جزيرة البوذياب جمعا غفيرا من شيوخ ووجهاء مدينة الرمادي، فضلا عن حضور شيوخ من وسط وجنوب العراق. وأعلن الشيخ فيصل الشوكة خلال المؤتمر برنامجه الانتخابي الذي يركز على النهوض بالواقع الصحي والتعليمي وبدعم الطاقات الشبابية والتركيز على الخدمات وبناء المستشفيات وكل ما يخدم المواطن ويصب في الصالح العام. شيخ فيصل يعتبر أول مرة يرشح ورجل كفو ورجل يعتبر قيادي بالمحافظة وله دور كبير يعني في خدمة أهله وناسه، يعني قبل أن يرشح وخارج نطاق العملية السياسية وكان خادم لأهله وعشيرته وناسه ويلبي لهم دائما طلباتهم، فأكيد راح يقفون يا هذا الموقف الشريف والنبيل والنزيه. دعوة كريمة من السيد كمال حماد الطيع لبى الشيخ فيصل مشرف الشوكة دعوته بحضور عدد كبير من وجهاء العشائر في جزيرة الرمادي. الأيام القليلة القادمة إن شاء الله لدينا دعوات كثيرة وكبيرة من قبل عشائرنا الكريمة الداعمة والمساندة للشيخ فيصل الشوكة. الغرض من هذه الدعوات هي الغرض منها لرص الصفوف لغرض إيصال صوتهم وإيصال الشيخ فيصل مشرف الشوكة إلى قبة البرلمان. في ديالى تشن جهات مجهولة حملة ممنهجة لتخريب وتمزيق الدعايات واللافتات الانتخابية لمرشحي تحالف عزم في المحافظة، فيما تعالت المطالب لمفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا لتأمينها والكشف عن المخربين ومحاسبة الجهات السياسية الداعمة لهم. وأكد مرشحو تحالف عزم في ديالى لقناة الفلوجة أن تخريب اللافتات الانتخابية جاء بعد ساعات قليلة من نصبها في مدن ومناطق المحافظة، مؤكدين أن هذا الاستهداف الممنهج تقف وراءه أجندات سياسية تخشى قوة تحالف عزم والمد الجماهيري الذي يقف خلفه لمساندته في الانتخابات المقبلة. للأسف اليوم نشاهد واللي واقع الحال أنه المنافسة غير شريفة بين المتنافسين وإحنا الضحية طبعا. اليوم حملة كبيرة لاستهدافنا وتمزيق بوستراتنا، وهذا طبعا مرفوض، وأنا من هنا أطالب المفوضية بأخذ دورها الرقابي والعقابي بنفس الوقت ومحاسبة المرشحين اللي يبثون إشاعات على المرشحين. أقولها وأنا متأكدة منها، هذا الفعل مو من المواطن ولا من الناخب، هذا الفعل فعل المرشحين والسياسيين اللي المفلسين طبعا اللي حسوا الخطر خسارتهم فبدأوا بتمزيق بوستراتنا وخصوصا احنا تحالف عزم. اليوم تحالف عزم يشن عليه بعض المنافسين في ديالى حملة لتمزيق البوسترات، وهذا خارج الإطار الديمقراطي والأصول المتبعة،
ودليل على تخوف المنافسين من جمهور تحالف عزم العازم على الفوز في الانتخابات القادمة. لذا ندعو إلى المنافسة الشريفة والابتعاد عن هذه الأعمال المسيئة. إلى ذلك أكد قياديون في تحالف عزم أن هناك أحزابا سياسية متنفذة تستغل موارد الدولة لأغراض انتخابية، خصوصا تلك الأحزاب المسيطرة على المناطق المحررة، لافتين إلى أن الأحزاب ذاتها تقوم بحملات تسقيط كبيرة ضد مرشحين من تحالف عزم وتحالفات منافسة أخرى. تعودنا عليها في كل انتخابات، تكون هناك وسائل تنافس غير شريفة، واللي يقوم بها عادة الصغار، يعني اللي يقوم بهذا العمل هو صغير ولا توجد عنده ثقة بنفسه، ولهذا يسعى ويستخدم هذه الوسائل الغير مريحة. هذا أمر طبيعي بالنسبة لمنافسين أقوياء أن تجد لهم من يحاول أن يمزق صورهم أو يتعرض لهم بالحملات. بالتأكيد هم يستهدفون الأقوياء لا يستهدفون الضعفاء. يعني واضح جدا هنالك توظيف كبير جدا لموارد الدولة في حملات بعض الأحزاب، لا سيما الأحزاب التي تسيطر على المحافظات المحررة. البعض بدأ يستغل يعني ليس فقط إمكانيات الدولة وأموالها في حملة الانتخابية، ولكن بدأ يستغلها أصلا في تسقيط الناخبين بأسلوب أو بآخر. حملة هذه التسقيط لا تسقطنا ولا تؤثر علينا كثيرا، بل تزيدنا عزما إلى عزم وقوة إلى ما نبغي ونريد، ونحن مستمرون في هذه الحملة بكل إصرار وقوة، ونقول إن الركلة التي تأتيك من الخلف تخبرك بأنك بالمقدمة، وعزم هو في المقدمة في ساحات انتخابية كثيرة. أمنيا، وبعد قتل مفرزة كاملة من الإرهابيين في محافظة كركوك، واصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته الموسعة ضد تنظيم داعش، حيث ألقي القبض على 8 إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد. وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، قال إن العملية بدأت من مناطق العاصمة بغداد في قضاء الطارمية وناحية الرضوانية امتدادا إلى أقضية الفلوجة وهيت والقرمة في محافظة الأنبار، لافتا إلى أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة. في إطار ذلك، أعلن قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام سيطرة الجيش العراقي على صحراء المحافظة بالكامل، فيما أكد انخفاض العمليات الإرهابية فيها. وذكر الغنام أن إنجازات كبيرة تحققت في الصحراء الغربية، ومن تبقى من فلول الإرهابيين هناك يتنكرون هاربين من مكان لآخر من ضربات الجيش العراقي. في كركوك، وصل وفد أمني رفيع المستوى إلى المحافظة لمتابعة الوضع الأمني هناك والاطلاع على الإجراءات والخطط التي تنفذها القوات الأمنية بمختلف صنوفها في جميع مناطق المحافظة. وكان على رأس الوفد وزير الدفاع جمعة عناد، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، والمستشار العسكري لرئيس الوزراء عرفان لحيالي. عودة الخروقات الأمنية تسجل مؤشرا حرجا في الآونة الأخيرة في مناطق جنوب غربي كركوك، نزوح وخروقات وقرى مدمرة تنذر بكارثة انتخابية إذا لم تضمن الحكومة المركزية مشاركة أبناء هذه المناطق ذات الغالبية العشائرية العربية، فعدم تصويت الآلاف منهم قد يهدد مستقبل مرشحي المكون العربي لا سيما في الدائرة الثانية. وصلوا الشهداء. تحديات أمنية تضع كركوك بموقف حرج، استهداف متكرر وإهمال حكومي غير مبرر. أسباب تكرار الخروقات في الجنوب الغربي من المدينة تعددت، بعضها يتعلق بالجهد الاستخباري وأخرى تقتصر على التمشيط دون مسك الأرض كما يقول المحافظ. بالحقيقة التعرض الأمني موجود في غرب المدينة في جبل قرتشوق ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، ولكن لقيادة عمليتين وفي الفرقة 14 دائما تعرضات وتدفع القوات دماء من أبنائها. هناك في وادي النفط أيضا تعرضات مستمرة، هناك في وادي أبو خناجر وزغيتون وجنوب داقوق تعرضات أيضا مستمرة، هناك استنزاف غير مبرر. احنا من هذا المكان نهيب بالسيد رئيس الوزراء بالتدخل شخصيا
نطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الوطني بحضورنا طارئة وسريعة. المناطق الرخوة أمنياً سببت نزوحاً عكسياً للأهالي، سيما في القرى المحيطة بناحيتي الرشاد والرياض وقضاء داقوق. يأتي ذلك تزامناً مع قرب الانتخابات التي يعتمد فيها المكون العربي بالتحديد على سكان هذه المناطق ضمن الدائرة الثانية. يضاف لهم 150 ألف ناخب من أبناء القرى المهدمة ستضيع أصواتهم. سبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن قدمت تقارير، وخاصة في مكتب كركوك، أن هذه المناطق هي مناطق آمنة ومسكونة ومأهولة بالسكان، وهو عكس الواقع. هذه المناطق تعاني من نزوح عكسي، وهذه المناطق تعاني من فراغ في الكثير من المناطق، وتنشط فيها عصابات داعش الإرهابية، وبالتالي لا يمكن إجراء انتخابات في هذه المراكز الانتخابية في هذه المناطق. ولذلك هنالك أكثر من 50 ألف صوت سوف لن يستطيعوا الوصول إلى مراكز الاقتراع الخاصة بهم. لذلك طلبنا المفوضية ولم نلقى أي استجابة لتوفير مراكز اقتراع بديلة تكون قريبة من مناطق نزوحهم في داخل مدينة كركوك. وفي خضم ما تشهده الأوضاع من خرق أمني لم يوضع له حد ونزوح عكسي متوقع قد يضع حدا لطموحات نسبة لا يستهان بها من سكان تلك المناطق، تدفع اللجنة الأمنية باتجاه عقد جلسة طارئة لفض حرب مع الإرهاب طال أمد إنهائها. لقناة الفلوج، عبد الله العامري، كركوك. إنسانيا، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن قرب إعلان محافظة الأنبار خالية من مخيمات النزوح، وذلك على خلفية عودة 400 نازح في دفعة جديدة من مخيم عامرية الفلوجة إلى مناطقهم الأصلية. الوزارة أشارت إلى أن عودة النازحين جاءت بعد حل مشكلاتهم ودعمهم بالمشاريع والبرامج الخدمية في مناطق العودة، فضلا عن إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية بالتعاون مع وزارة النقل. لا شك أن إنهاء ملف النزوح يتطلب عملا دؤوبا أكثر من قبل الجهات المعنية في العراق بمساعدة المنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية بشكل كبير. هنا نود الإشارة إلى هذه النقاط التي من الممكن أن تنهي ملف النزوح: عودة 400 نازح من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية وحل مشكلات النازحين سيسهم بإنهاء سريع لملف النزوح. الهجرة تقول قرب إغلاق مخيمات النزوح في محافظة الأنبار بشكل كبير. العراق ويونامي وقعا اتفاق إطار مشترك لإعادة النازحين، وتم إغلاق 172 مخيما للنازحين بين عامي 2017 و 2021، 26 مخيما للنازحين في كردستان تضم 737 ألف نازح فروا من المعارك. في الأنبار أيضا، فالاهتمام بالشوارع الرئيسية فقط مع إهمال الشوارع الفرعية بات يؤرق المواطنين في الفلوجة، ويخشى الأهالي من تحول مناطقهم إلى مستنقعات مع حلول الشتاء. أسألكم بالله، درجة الحرارة 50 بالصيف وهذا حال جبيل، زين ليش مهتمين بالشوارع العامة؟ زين ما تجي تهتم بالمناطق اللي جوا؟ تعال عمي شوف جبيل، جبيل منتهي عمي، ما إلها واحد يعينها، ما بيها مسؤول. صدق أو لا تصدق، هذه شوارع الفلوجة في عام 2021 وقبل حلول فصل الشتاء، فيا ترى كيف سيعيش سكان هذه المنطقة مع هطل الأمطار؟ يعني هاي البيوت العالم تبهذلت، اللي عنده مريض منها شلون يطلع؟ هاي هسه خلي وجه الكاميرا على الشارع ويشوف الشارع شلون، ما يقدر لا بايسيكل يمشي عليه ولا بالسيارة يمشي عليه. مهتمين بس بالشوارع الرئيسية، وعايفين الشوارع هاي الفرعية، وهذا مو يعتبر فرعي، يعتبر شارع رئيسي. هذا شارع رئيسي من جسر الثالث يربط إلى السريع إلى الدولي، مربوطة به تقريبا 3/4 الفلوجة. الأهالي هنا يشتكون من إهمال شوارع المدينة الفرعية والاهتمام بالشوارع الرئيسية فقط، إذ إن تخوفهم من هطل الأمطار مع اقتراب فصل الشتاء دفعهم إلى مناشدة الحكومة المحلية لوضع حلول عاجلة قبل أن يدهم الشتاء هذه العائلات. عمي ناشدكم بحق بحق
بحق أسماء الله الحسنى، بحق الكعبة، بحق الأولياء أن تجون تنقذوننا. عمي إحنا عايشين مأساة ما يعلم بها بس الله سبحانه وتعالى. عمي خليج العصر كأنك أنت عايش بشارع الضباب ببريطانيا. عمي تراب أمراض تبهذلنا تبهذلنا. يعني هاي هسه درجة الحرارة 50 وهذا حالنا، هذا المي شنو معناه يا أخوان؟ لا مجاري لا تبليط لا مثل البشر. حائري لي بالشارع العام والله جاي شنو شلون شارع دبي صار والله والله. عمي تعال. مطلب جميع أهالي القاطع الجنوبي في الفلوجة هو العمل على تأهيل الشوارع بما يؤمن راحة المواطن، فالأتربة والمياه الآسنة تحاصرهم من كل جانب، حيث إهمال الشوارع الفرعية أصبح أمرا يؤرق المواطنين. لقناة الفلوجة الفضائية أحمد ناجي. في اليوم العالمي لمحو الأمية وتذكير المجتمع الدولي بأهميته للأفراد والجماعات، تشهد دول عدة ارتفاعا ملحوظا في نسبة الأميين، خاصة في ظل تداعيات كورونا وتوقف التعليم الحضوري لأكثر من عامين متتاليين. ويقدر عدد الأميين في العراق بين 5 إلى 8 ملايين، فيما تتركز تلك النسبة في المناطق الريفية النائية، لا سيما تلك التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي. وبحسب تقارير دولية فإن الذين أكملوا التعليم الابتدائي كثير منهم لا يجيدون القراءة والكتابة، مما يجعلهم ضحية الرسوب المتكرر وترك الدراسة في آخر المطاف. وعن ظاهرة محو الأمية في البلاد نود الإشارة إلى أن الأمية غزت البلاد بشكل كبير بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003. العراق ضمن البلدان الأكثر تراجعاً في مستوى التعليم، نحو 8 ملايين أمي في العراق وفق إحصاءات رسمية. قانون محو الأمية لم يشهد تطبيقاً فعلياً للحد من هذه الظاهرة في العراق. كذلك تراجع الواقع التربوي أسهم بشكل كبير في تفشي الأمية، وملف النزوح والواقع الاقتصادي أبرز أسباب زيادة الأمية. أغلب مدارس العراق تفتقر بشكل كبير إلى أبسط المقومات والخدمات فيها. بملف النزوح وكذلك تأثير هذا الملف على الأمية في العراق نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. رؤى جديدة للتغيير، تحالف عزم يقدم مشروعه الإصلاحي، والشيخ الخنجر يؤكد قائم على وحدة العراق أرضا وشعبا. قبيل 30 يوما على فتح مراكز الاقتراع، المفوضية تتلف بطاقات عمياء لم يتسلمها أحد منذ العام 2013. الأمية تهدد مخترع حروف الكتابة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، 8 ملايين عراقي لا يعرفون القراءة والكتابة. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله.